اول فيديو لنا للقناه بالنسبه لهيك اشياء مثل مراجعات العاب، وبنحكي فيه عن العاب شهر جديده يعني يونيو ان شاء الله، عن شهر 6 الالعاب الجديده النازله، وبدي احكيكم عن خبر مكسر الدنيا اللي هو ذا لاست اوف اس 2 وليش انحظرت عنا بالوطن العربي. يا هلا بسكان الطابه الارضيه ويلا مع بعض. اول خبر معنا بيحكي عن لعبه لاست اوف اس 2، شو تطوراتها وليش منعت بالشرق الاوسط وافريقيا، يعني تقريبا كل البلاد العربيه بتقدر تقول. اللعبه ان شاء الله نازله يوم 19 يونيو، في ناس كتير تحمست عليها وفي ناس احبطت من تسريباتها ومن قصتها اللي نازله اللي بتقرف جدا واللي غيرت مسار اللعبه. وانا شفت تسريباتها للعبه الصراحه حرام تنشر حتى لو ما منعت، بس اجت منهم وما اجت منا يعني لحنا انه ما نشتريها للعبه. انت متخيل انه ابطال قصه تبع الجزء الاول يموتوا؟ انا ما لح احكي وما لح احرق اي شيء، بس طبعا بدي احرق بهذا الفيديو احداث الجزء الثاني من لعبه ذا لاست اوف اس 2، فانا هلا رح احكي لكم شو صار فيها وليش رح تمنعها. بس هلا فعلا تم منعها هذا الشيء، ناس حكت انه في موظف بشركه بلاي ستيشن بالشرق الاوسط اكدت بايميل انه اللعبه رح يتم منعها، وكذا دوله بعد ما قدموا المراجعات للناس او للدول يعني لحتى تشوفها وللشركات لحتى تشوف اللعبه وتراجعها. بس تقريبا فيك تقول انه تقريبا نص الناس او نص المراجعات اجت عليها بالسلبيه انه رح يتم منعها بالبلد بسبب قصتها. بس هلا لو من غير الايميل رح تنمنع، بس ليش؟ اكيد رح تنمنع من وراء قصتها المقرفة، بس ليش رح تنمنع؟ لانه قصتها اختلفت كتير عن الجزء الاول تبعها. كلياتنا بنعرف الجزء الاول تبعها كان جول عم يحاول يحمي ايلي اللي هي عضها الزومبي، هي ايلي هي حامل المرض بس ما ماتت لان فيها شي بيخليها تقاوم المرض، من حبها إلها ما بيخلي الدكاترة ياخدوها حتى يجروا عليها الفحوصات، لانه لما يجروا عليها الفحوصات رح تضطر تموت ولح ياخدوا الفطر اللي براسها ويعرفوا شو اللقاح تبع هذا الشي اللي عض الزومبي، وهي اشمعنى رفقاتها ماتوا وليش هي ما ماتت. يعني شو المشكلة تموت بنت صغيرة مشان تنقذ بشرية بعد انقراض من 20 سنة من الوباء؟ يعني تقريبا 20 سنة حتنقرض البشرية، معقول هيك يصير معنا بالكورونا؟ دايم بوي. وطبعا بعد ما يحاول جول ياخد البنت ويهربها من الدكاترة بتخلص معنا القصة تبعها، وهي ايلي بتقله انه هل فعلا انت هربتني ولا هل فعلا الدكاترة ما لقوا حل واخدتني انت؟ هون بقى ما بتصدق هي وبتخلص قصة The Last of Us 1. لخصناها بخمس دقايق للقصة بتقدر تقول اللي هي انه زومبي وعضة لهي، وجول بيحاول يحميها اكتر بعد ما يحاول يهربها من منطقة محظورة، بانه هو طبعا بيكون شغال مهرب مثل ما كل الناس بتعرف القصة. اما بقى الجزء الثاني بيحكي عن نفس البنت اللي هي ايلي، عندها صديقة عزيزة كتير 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 عليها، عزيزة كتير كتير عليها يعني انه فوق الصداقة، يعني خلص انتو بتعرفوها شو الفكرة. مشان هيك اللعبة رح تمنع لانه صديقتها عزيزة كتير عليها مثل مظاهر امامك، فما بعرف ليش هيك عملوا الفكرة وليش هيك روحوا اللعبة على مسار تاني. اللعبة كانت ممتعة وكنا عم نلعبها ومبسوطين، طب كنا نحب اللعبة ليش دخلتوا هالمسخرة والسخافة؟ كانت اللعبة زومبي وتمام وكلاتنا بنلعب بإيلي وجول وبنعرف هذا الشيء، ليش هلأ بالجزء الثاني بتكون تلعبونا بإيلي وآبي؟ مين آبي اللي هو ظاهر أمامكم بالصورة اللي هو شاب بس مو شاب، يعني صاير بنت بس مو بنت، ما بعرف يعني هو شاب متحول على بنت يعني من الاخير بعد 20 سنه من الزومبي. هاد هم الشركه مثلا، هم الشركه انه تورجينا واحد اسمه ابي متحول من شاب لبنت ولا بنت لشاب، ما بعرف شو الفكره يعني من هذا الشيء المقرف اللي احنا رح نشوفه بذا لاست اوف اس 2 اللي هو ابي هاد او هي ما بعرف شو احكي عنه، بيكون واحد من ابن العلماء اللي قتلهم جول مشان يهرب البنت وتحاولوا ياخذوها ويشوفوا الفطره اللي براسها هل هي نجت من هذا الشيء لانه فيها شيء، فهو ما بدي اياها تموت لإيلي مشان هيك بيهربها وبيقتل واحد من العلماء. بس انا ما بدي اقول انه إيلي بيفتح راس جول بيقتله بالجزء الثاني، ايه هذا هو، هذا هو اللي عامل حاله شاب بس قالبينه على بنت بهذا الجزء، هذا هو اللي بيقتل جول بشق له راسه نصين، بطلنا للجزء الاول اللي احنا كلياتنا حبيناه، بيجي واحد مثل هذا زباله بشق له راسه شق وبيقتله بالجزء الثاني. انا ما حرقت بس عم بحكي يعني. وخلينا نفوت على شغله ثانيه اللي هي إيلي بتروح بتحب وحده اسمها دينا وبتصير بدها تاسس معها عيله، طبعا مثل مظاهر امامكم هون بتكون عم ترقص معها وبتشوفها وبتحبها بعد ما تكون قتل جوزها او انفصلت عن جوزها، بتكون هي حامل طبعا وبتصير دينا بتحبها وبتصير بدها تاسس معها عيله، ومثل ما شايفين عم ترقص معها والدنيا ثبات ونبات. انا ما رح اقدر اعرض لكم كثير اشياء عن لاست اوف اس 2 لانه ممنوع ولانه شركة بلاي ستيشن عامله عليها حمايه، وانا لو نزلت عندي بقناه يمكن اتبهدل انا والقناه مره واحده، مشان هيك لحاول احط لكم ملخصات صغيره واشياء بسيطه جدا بالنسبه للفيديوهات.
وهيك بنكون لخصناها تقريبا للجزء الثاني وحكينا كل شيء عليه بكل بساطه وبكل سهوله. ما بدي فوت كتير بالتفاصيل لانه التفاصيل تبعها مقرفه جدا وما حلوه بنوب بالنسبه لإلي، شو بتعمل وشو بتحب وشو بتساوي، الموضوع مقرف جدا يعني بالنسبه لهيك لعبه. كلياتنا كنا مبسوطين، وليش نزعت اللعبه يا هالشركه؟ ليش هيك كنتي عملتي؟ كلياتنا بنحبها وكل اصحاب البلاي ستيشن 4 بتحبها لهاللعبه وكانوا بيعشقوها عشق غريب لهاللعبه. بس الشيء الغريب انه الاغرب والامريكان مبسوطين لانه انحظرت عنا بالدول العربيه بشكل عام، والناس صارت تقول ايه احسن لانه انحظرت بدل ما يلعبوا لعبه صارت مسخره ومضروبه. من وجهه نظري احسن لانه انحظرت لان اللعبه حملت رسائل مقرفه وتحول بني ادم لبني ادمه ومدري شو صار، وإليا اللي نحن بنحبها طلعت هيك شيء، واخر شيء طلعت بتحب بنت وبتعشقها عشق وبدها تتجوز وبدها تعيش معها بسبات ونبات بالبيت. الموضوع مقرف جدا بالنسبه لهيك العاب. فالشركه غيرت مسار اللعبه كلها ليش؟ بس مشان تتحش افكار مقرفه ومقدمه من فكره مقرفه. يا ريت تضل الالعاب عن جد العاب ولتتسلى ومو لننشر فكر وسخه او متطرفه. وهي خلينا نرمي لاست اوف اس 2 بالزباله ونفوت على افضل العاب بالنسبه لشهر يونيو شهر 6. انا هيك لخصت لكم ذا لاست اوف اس 2 وليش انحظرت. طبعا انتم طبعا عرفتوا ليش انحظرت، لانه افكارها جدا مقرفه وافكارها بالنسبه للبطله تبعنا اللي احنا بنحبها وبنعشقها هي وجولة اللي كان نلعب فيهم ونحن مبسوطين واللعبه كانت حلوه، دخلوا هيك افكار مقرفه بالنسبه للعالم الملون اللي ظهر امامكم. وليش هيك عملوا وليش هيك ساووا الله اعلم. بس اللعبه رح تخسر خساره شنيعه وما رح تربح مثل هديك اللعبه اللي قبلها الجزء الاول ذا لاست اوف اس 1. هديك طبعا ربحت معنا ربح حلو ونشرت نشر فظيع بالنسبه وصار لها شعبيه جدا حلوه، ويلي بيلعب على البي سي ويلي بيلعب على البلاي ستيشن 4 كلياتنا بنعرفها، وسواء انت بحياتك ما لعبت على البلاي ستيشن 4 بتعرف هاي اللعبه وسمعان عنها لهي اللعبه. فانا بحب لكم انه ذا لاست اوف اس 2 انحظرت عنا ورح تكون زباله، وخلينا نرميها بالزباله وننسى الموضوع كلياته. وهلا بالنسبه لالعاب شهر يونيو يعني الشهر 6، اول شيء بدي احكي عنه لانه هي لعبتي المفضله واللعبه اللي كنت العب فيها اكثر شيء، كانت واحدة من افضل الالعاب اللي كنت العبها اونلاين او العبها ملتي بلاير مع رفقاتي بالسايبرات، وهي اللي حتكون اعاده للعبه القديمه تبعها بس بتحسن رسوميات مثل انك تلعبها على 4K، وطريقه الجيم اللي هي نفسها بس مع تحسينات خرافيه وغيروا اصوات والنغمات وكثير اشياء وخرافيه اللي حتكون الصراحه نفس طريقة اللعب تبع الجزء القديم بس محسن. اللعبة بتدعم الاونلاين والقصة والجيوش ضد بعض. رح تتوفر يوم 5 يونيو 1995. Command & Conquer defined the RTS genre. But we need your help now. Today I'm going to take you through the complete package that players will experience from the gameplay to cinematic. واللعبة الثانية المعنى اللي هي Elder Scrolls Greymoor. هاي اللعبة طبعا رح تتوفر على البي سي والاكس بوكس، وهي رح تكون توسعة جديدة للعبة Elder Scrolls Online باسم Greymoor. رح تكون احداث اللعبة قبل 1000 سنة من بعد احداث Skyrim. رح تكون اونلاين وتقدر تلعبها اونلاين مع اصحابك، ورح تنزل يوم 9 يونيو للاكس بوكس 1 والبي سي والبلاي ستيشن 4. واحدة من احد احلى الالعاب اللي رح تصدر معنا بشهر يونيو اللي هي ذا سبيردز 3. رح تكون لعبة تكتيكية مثل ما شايفين اللعبة، رح تكون من نوع التصوير العلوي مع جرافيك خيالي، بيعطيك تفاصيل رائعة جدا. رح تكون لعبة تكتيكية ولازم تعرف تتحرك فيها، والجيم تبعها حلو لانه لازم تكشف حركات تكتيكية لكل شخصية ولازم تكتشفها للشخصية لحالك. واللعبة رح تكون بعالم غرب الامريكي بالصحراء القاسية. رح تتوفر على الاكس بوكس والبلاي ستيشن 4 والبي سي يوم 16 يونيو. Jinxes and poison darts to manipulate and control the enemy's minds. And there are a lot of enemies. In Desperados 3, you are always outnumbered, but you will quickly learn to read situations. By displaying the view cone of your enemy, you can check precisely what they can see.
ولعبة الشوتر الجديدة نازل معنا بشهر يونيو يلي هي التفكك. لعبة هي حلوة كتير جدا. هاي اللعبة رح تحكي عن وباء ضرب الأرض والبشر بيكتشفوا طريقة جديدة لنقل الدماغ البشري للروبوت ليحاربوا بزمن الوباء بعد ما قربت البشرية للانقراض، وبتاخد فيها دور الطيار وقائد الفريق اللي بتعطي أوامر لفريقك وبتقدر تتحكم بفريقك كله. اللعبة رح تتوفر للبلايستيشن 4 والبي سي والإكس بوكس 1، وبتقدر تلعبها ميتي بلاير أو طور القصة. رح تتوفر يوم 16 يونيو. Not interested. This is it, team. If we want to have a resistance tomorrow, we have to bring it all today. Anything to add, Romer? واللعبة الأخيرة معنا اللي هي محاكي الصياد. تقريبا هاي اللعبة حلوة جدا ومن الناس اللي بتعشق عالم الطبيعة. رح تصدر يوم 25 يونيو. رح تاخد شخصية بتصيد فيها بثلاث مقاطعات بأمريكا. اللعبة حدثوا فيها الذكاء الصناعي جدا، ورح تشوفوا فيها حيوانات بتطارد بعضها وبتقتل بعضها وبتهجم على بعضها كأنك فعلا عايش بالغابة أو حياة الغابة. وفيها أكثر من 33 حيوان وفيها أكثر من 160 نوع سلاح مع التطويرات تبعه، ويكون معك كلب مشان يساعد بكشف الحيوانات وأماكن الحيوانات. رح تتوفر اللعبة يوم 25 يونيو للإكس بوكس 1 والبلايستيشن 4 والبي سي. هيك أنا بكون حكيت لكم عن معظم ألعاب يونيو الظريفة والحلوة. وأحلى شيء معنا طبعا في ألعاب تانية مثل ألعاب سبونج بوب وألعاب جيتار وأشياء تانية، يعني هدول ألعاب عادية جدا، بس أنا حبيت أحكيكم عن أفضل ألعاب اللي قادمة معنا بشهر يونيو يلي هي بعد التصويت طبعا اللي قالوا فيها أنه هي رح تكون أفضل ألعاب لهذا الشهر. طبعا مو كل شهر بينزل ألعاب جديدة. طبعا هذا الشهر رح ينزل معنا بيونيو هي اللعبة الزبالة The Last of Us 2 يلي هي طبعا زبالة. هي الوحيدة اللي هي أعلى شيء كانت بالنسبة للمراجعات وبالنسبة أنه هي رح تكون أفضل لعبة ولا أخيس لعبة لحد الآن ما بنعرف، بس أنا اللي بعرفه وأنا اللي شفته من التسريبات ومن هيك لعبة رح تكون أزبل لعبة معنا. وبس هيك نكون وصلنا لنهاية مقطعنا. بتمنى يكون عجبك المقطع واستفدت، ولو عجبك يا ريت ما تنسى اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، وشكرا لك وبرعاية الله.